أنا بسكوت شانفيل. نحنا كسكوت من نظمين كارمس. كارمس كثير كبير. كل سنتين بننظمه. هالسنة أخذنا فاندريزينج مع أركانسيال. أركانسيال هي جمعية بتهتم بالعالم المحتاجين. نحنا البروجي اللي عم نعمل له فينانسمان هو بروجي أمبلوا. يعني منساعد العالم يلي حاجتها قليلة تقدر تتوظف وتشتغل وتطلع مصاري. فحبوا انهم يلعبوا شيء بايدهم وعم يتعلموا جو جديد. كل سنة يصير ونضلنا بهذا الجو الحلو.